انضم إلينا الآن الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس. أهلا بك دكتور. يعني وبداية، كيف ترى هذا الارتفاع في صادرات مصر الزراعية لتصل ل 3.4 مليون طن هذا العام؟ يعني حضرتك زي ما حضرتك فصلت في التقرير الكريم، احنا بالنسبة للصادرات الزراعية مصر بتشكل طفرة نوعية. يمكن احنا شفنا الصادرات بلغت كميتها في نهاية 2022 إلى ما يقترب من 6.5 مليون طن. أيوه. 6.5 مليون طن صادرات بواقع 3.4 مليار دولار. دي صادرات زراعية بصورة صادرات سلع خام، لكن في حاجات برضو صناعات غذائية مصنعة تقترب من حوالي 3.5 مليار دولار، بإجمالي 7.5 مليار دولار سواء مصنع أو غير مصنع. والكلام ده ما جاش من فراغ، جه من اهتمام الدولة بحاجة مهمة جدا اسمها سلامة الغذاء أو سلامة البن. فلما وزارة الزراعة حصل تعاون ما بينها وما بين الهيئات المعنية من خلال إدارة مركزية للحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، وبقى في منظومة جيدة متلاحمة مع جمعيات العمل الأهلي زي ما شفنا في اتحاد منتجي الحاصلات البستانية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ودخول صغار المزارعين في منظومة التصدير، ده ما كانش بيحصل قبل كده في مصر ان صغار المزارعين يقدروا يصدروا، فأصبح هناك طبقة كبيرة جدا تستطيع ان تنتج انتاج منافس للأسواق العالمية. ويمكن احنا شفنا حاجة اسمها تكويد المزارع، عشان السادة المستمعين والمشاهدين يعرفوا يعني ايه تكويد المزارع. كل مزرعة بيتم تصدير حاصلات زراعية منها بتبقى واخدة رقم زي الرقم القومي عشان يحصل عليها إشراف جيد ورقابة جيدة وانتظام لتطبيق العمليات الزراعية الجيدة اللي بتديني منتج آخر ذو جودة عالية وذو سلامة وأمانة عالية، ودي ادت ثقة للمنتج المصري خلتنا نقدر نفتح مناشئ عديدة. احنا بنتكلم يمكن خلال الثلاث او الاربع سنوات اللي فاتوا تم فتح ما لا يقل عن 168 منشأ لدول جديدة ما كناش بنصدر لها قبل كده. احنا شايفين ان بلغت صادرات الموالح في مصر 1.8 مليون طن لتصبح مصر الاولى على العالم في تصدير الموالح. بنشوف صادرات من البطاطس تبلغ ما يقترب من 850 ألف طن، صادرات أخرى من باقي المحاصيل. الكلام ده اللي ساعد فيه المشروعات القومية الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، سواء مشروع 1.5 مليون فدان اللي في الظهير الصحراوي، لما بنشوف مشروع مستقبل مصر اللي هو النواة بتاع الدلتا الجديدة اللي منزرع بيه الآن حاليا ما يقترب من 460 ألف فدان، لما بنشوف مشروع 100 ألف فدان زراعات محمية اللي بتديني إنتاج بأعلى جودة ممكنة. كل هذه المشروعات ادتني النهارده قدره على ان مصر يبقى فيها اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهه، ويبقى عندي جزء كبير جدا اقدر اصدره للخارج ويجيب لي حصيله دولاريه تشكل دخل قوي. ايوه. واحنا ما وقفناش عند النقطه دي وبس، مصر بتهدف الان ان هي ما تصدرش حصيلات زراعيه في صوره خام وبس. يكون في تصنيع زراعي. أيوة. قيمة مضافة يعني. قيمة مضافة. ويمكن سيادة الرئيس ادانا نموذج للكلام دوت في افتتاح المشروع الأخير لما شفناه، لما زورنا مصنع البطاطس، ده بيدي مسج أو بيدي رسالة إنك أنت لما تيجي تصدر حاجة بدل ما تصدرها في صورة خام دخلها على مرحلة تصنيع وحط لها قيمة مضافة عشان ده يعلي الدخل القومي ويتيح لتشغيل شباب ويتيح لتشغيل عجلة تدور عجلة استثمار وتعمل استدامة للزراعة، لأن استدامة وتوطين الزراعة لن تحدث إلا بتزاوجها مع الصناعة. فاللي احنا شفناه ده نموذج. أيوه. وسبقه انطلاق تشريعي هام اللي هو سيادة الرئيس أصدره سنة 2015 اللي هو القانون رقم 14 الخاص بالزراعة التعاقدية لإيجاد علاقة مباشرة ما بين المزارع. أيوه. والمصنع من غير صحيح. ما يخص الخسارة في الوزن عشان يعلي الربحية اللي داخلة للمزارع، وفي نفس الوقت يبقى فيه استفادة قصوى وإضافة قيمة مضافة للمادة الخام. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس.